Agenda Santé. الأجندة سنتي اليوم مش نحكيكم على سيزيام كونغري دو ميدسين دو فامي هذا من تنظيم الجمعية العلمية التونسية للطب العائلي هذا باش يكون زاد بتاريخ 24-25 سبتمبر 2022 ان بروغرام ديدي انشير لا فورماسيون اكاديميك دي ميدسان دو بروميير ليني ولي ريزيدون اون ميدسين دو فامي تنجموا تدخلوا على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة تفهم إذا القاهرة ولا الصحة وين تلقاو اللين ديسكريبسيون واكثر التفاصيل اللي تستحقوا لهذيا في لابيل على كومونيكاسيون اللي تم اصداره من قبل الجمعية العلمية التونسية للطب العائلي فيما يخص سون سيزيام كونغري دو ميدسين دو فامي بتاريخ 24-25 سبتمبر 2022 كانت هذه أجندة سنتي بالنسبة لليوم أجندة سنتي